ترقب وتوتر يسيطران على المشهد في العاصمة الليبية طرابلس في ظل حالة انقسام ليست بين شرق وغرب هذه المرة، وإنما بين حكومتين كان يفترض برئيسيهما أنهما في معسكر واحد. فتحي بشغة عاقد العزم على الدخول إلى طرابلس بقوة القانون وليس بقوة القوة كما يقول. يمتلك الرجل قوة التكليف البرلماني بالفعل، بالإضافة إلى لا ممانعة غربية أقرب للموافقة، لكن الاحتقان بينه وبين الدبيبة وما أفرز من اصطفافات عسكرية ظهرت بوادره منذ تكليف برلمان توبروك لبشاغة بتشكيل الحكومة في فبراير الماضي. الرجلان كلاهما من مصراتة ينحدران من المدينة ذائعات الصيت في المواجهات العسكرية منذ الثورة، ويحظيان بتأييد قوى عسكرية. 65 فصيلا مسلحا على الأقل في مصراتة أبدت الدعم للدبيبة، إضافة إلى قادة القوى العسكرية في المنطقة الغربية بطرابلس، ومن أبرز هؤلاء عبد الغني الككلي قائد جهاز دعم الاستقرار. لكن في المقابل أكثر من 100 فصيل مسلح في مصراتة أعلن دعمه لبشاغة، وفي غربي طرابلس ثمة ميل إلى بشاغة الذي كسب ولاء قوة مدينة الزاوية، واختار أحد قادتها اللواء عصام أبو زريبة وزيرا للداخلية. اللافت غياب موقف فصائل بارزة في طرابلس أبرزها جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة واللواء 777 مشاة مقره في قلب العاصمة. لكن ما حدث بين دبيبة وبشاغة دليل على أن خارطة التحالفات العسكرية قد تقلب الموازين، فحسابات القوى الكبرى في العاصمة متغيرة ومرهونة دائما بالمصالح. إذا هي تغيرت